قاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد الفريق الملكي للقدرة، قاد فرسان مملكة البحرين في بطولة العالم للقدرة بسلوفاكيا والتي انطلقت منافساتها اليوم على 5 مراحل. السباق امتد لمسافة 160 كيلومترا، إذ قطع الفرسان في المرحلة الأولى 40 كيلومترا وفي المرحلة الثانية 35 كيلومترا، بينما اجتاز الفرسان في المرحلة الثالثة 35 كيلومترا وفي المرحلة الرابعة 30 كيلومترا، بينما امتدت المرحلة الخامسة والأخيرة لمسافة 20 كيلومترا. وكان السباق قد انطلق بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، في الساعة 7 صباحا بتوقيت مملكة البحرين، بمشاركة أكثر من 150 فارسا وفارسة من 45 دولة. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن الفريق الملكي حرص على تقديم أفضل المستويات في البطولة من أجل تشريف مملكتنا الغالية والتأكيد على تطور رياضة القدرة في البحرين التي تحظى برعاية كبيرة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على حرص الفريق الملكي على المشاركة الفاعلة في البطولة وتحقيق النتائج الإيجابية فيها، مشيرا سموه لأهمية المشاركة في بطولة العالم، حيث تسهم هذه المشاركة في دعم فرسان المملكة من خلال كسب المزيد من الخبرة، مشيرا سموه إلى أن السباق حظي بمشاركة كبيرة من قبل نخبة من فرسان الدول المختلفة التي حرصت كل الحرص على المشاركة الفاعلة في هذه البطولة. ويذكر بأن الفريق البحريني يشارك على المستوى الفردي والفرقي في هذه البطولة العالمية. بعد المرحلة الثالثة الله يسلمك، شو الموقف اللي معانا في الفريق الآن؟ والله السيستم عطلان من المطر، بس أعتقد إن إحنا في مجموعة الصدارة. هذا أتكلم عن رائد بالحصان بولي. الخيل اللي قدام مثل ما توقعت أنا صادها بلنتي اللي هو عطل في القلبة وما نزل قلبهم بسبة الجو، مثل ما تشوف الرطوبة عالية من المطر. إذا كانت الرطوبة عالية فإذا الضغط في الأكسجين والضغط على نسم الخيل يكون أعلى ويتعب الخيل في سيرها. أنا توقعت هالشيء لذلك من المرحلة الأولى قريت أنا الأرصاد الجوية، دريت أنه ويا طول المسافة راح تزيد الرطوبة ما راح تخف، لو كانت بتخف كان بنزيد السرعة. فهذه أشياء تفصيلية شوي معقدة، بس إحنا نحسب لها حسبة دائما هي اللي تفرق بين النجاح أو الفشل في السباق.